بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تحية طيبة لكافة المشاركين في هذا اللقاء. أما بعد، لقد تبين وجود عدد كبير من المعوقات التي تحول دون مشاركة الشباب في الحياة السياسية. ومن هنا أطرح السؤال على الشبيبات الحزبية، كيف تتعامل مع تلك المعوقات بما يفضي إلى دعم تلك المشاركة؟ وهل من سبل مقنعة لإعادة الثقة لهم في الالتحاق بالعمل السياسي؟ وما موقع العنصر النسوي في الحكومة الحالية نظرا لحضوره المتواضع والمتنافي مع الديمقراطية والمشروع الحداثي في الدستور الجديد؟ وهل للشباب نصيب في تسيير شؤون الحكومة أم مجرد صورة في البرنامج؟ وشكرا. شكرا.